انجاز. حلو كمل. وغيره رحت واهلي راضين عني وابوي وامي ويدعوا لي بالخير ولا يومك ده اللهم لك الحمد. يا ربي يوفقك. وغيره لا خلي الواقع راضي عن نفسك في حياتك. ايه خلي الواقع هذه كلنا الحمد لله ولله الحمد جلستنا هذه وصولنا لهذا الاول كلها انجاز. سؤالي عام، هل معاذ الغرامة راضي عن نفسه داخليا في كل شيء سواء في دراسته؟ انت خلاص جامعة صح؟ ايه في دراستك كمعدل كطموح ك ما ادري توظفت انت ما توظفت قدمت على وظائف؟ الحمد لله كل شيء راضي فيه ما عدا الا باقي ان شاء الله يعني اذا خرجت من برنامج وخلصت ان شاء الله هي الوظيفة اللي باقي وبعد اذا الله اراد وفي امكانية زواج يعني بس هذه اللي هي اللي ناقصة يعني احس. طيب الاعلام وش بتسوي فيه؟ الاعلام تخرجت انا قد قلت لك من قبل سنتين. الاعلام هذا اللي انت فيه الان ما له شغل شهادة الاعلام. اني اقول لك لكن انا الحين في اعلام وشهادتي ما هي بإعلام. ادري لا انا اكلمك عن انا اقول لك دخولك البرنامج وبتظهر ان شاء الله بجماهيريه باذن الله. وش بتسوي؟ تروح الجنوب بتقيد نفسك في الوظيفه؟ لا ولا اول شيء شو بشتغل على نفسي؟ يمكن ما برجع ولا يمكن ارجع بحكم انه رمضان من غير شر ولا ضر يعني ارجع الجنوب بجلس في الرياض هنا فتره علشان تعرف الرياض ما هي زي الجنوب وباقي المناطق هي العاصمه وهي اللي فيها الشغل يعني بشكل مكثف اكثر. شغل تقصد المشاهير؟ شغل المشاهير وشغل الاعلام بشكل عام لاني انا قد رحت جده وقد رحت كذا مكان وابها عندنا. كيف شغل الاعلام في الرياض؟ حلو من ناحيه اعلانات شيء فخم. اعلانات هل تتوقع انك اول ما تطلع من القناه بيجوز يستقبلونك اللي يبون الاعلانات؟ ليش لا ان شاء الله لاني انا قد اشتغلت اصلا من قبل وانا توي بادي يعني قبل سنه ونص او سنتين اشتغلت مع شركات الى في ابها وشركات كبيره قويه يعني. اشتغلت يعني انت كان عندك متابعين؟ كان عندي وعندي يعني تجارب قد اشتغلت في اعلانات واشياء. انت 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 الحين يوم دخلت القناه دخلت وعندك جماهيريه؟ اي بس قليله جدا. كم؟ 6000 ما شاء الله في التيك توك هذا على شيء او 7000 في التيك توك. انا كلام سناب 1000 1000 1500 بعض الاوقات توصل 1000 800 700 يعني ما هي ذيك القوه يعني بس اني كنت انا كان شغلي كلها واتس وعلاقات يعني جتني شركه مثلا من جده تقول السلام عليكم انا بنشتغل معك كذا كذا لان عندنا جروب ينزلون فيه الاعلانات اقول له ما في مشكله انا اشتغل معكم واشوف العقد اذا ناسبني اشتغل. متوسط العقود اللي قد خليتها؟ حدود هذه مضايقتني. حدود اعلى شيء اخذت يمكن حدود 5000 اعلى شيء؟ ايه انا كنت اسال عن المتوسط لكن زين بس اني اتكلم لك متوسط. عن الشغل ساعه ساعه كل يوم ساعه مثلا ساعه تصور ولا بس تصوير اعلى تنزل في سنابك؟ لا مو في سنابي الخاص للشركات يعرض في منصاتهم انا اتكلم وانت اللي تصور لهم؟ هم يصورون يجون بكادر كامل فهمت؟ زي المشهد التمثيلي اللي تعرض منتج او تعرض موقع تكون انت فيه مثلا زي السائح او زي الزائر يعني زي الممثل وتأدي فهمت؟ بس انه صامت ما هو يعني بكلام ونص. انت يوم دخلت صرحت بعمرك؟ صرحت به؟ بعمرك. والله اني ناسي. اني انا انصدمت. والله؟ والله اني انصدمت. ليه؟ مو واضح مره. لا توقعتك اصغر. كم كنت؟ مو ما انت بذاك الكبر، انا اكبر منك بسنه. بس انا اعطيتك 24. لا 24 يعني 26 ما شاء الله عليك. لا مو مبين عليك كل اساس انت اللي مبين عليك. اتكبل له 27 والله اني احس انك كذاب. مو كذاب بس لا صدق. لا انا شوف انت قد اتوقع قد قلت لي 25. انا صرحت بعلم من هذا المنبر وقلت انا عمري 24 يوم جيت اسجل يوم جيت تقدم قلت 24 كذا بيضاء وذا العيد طلع شيء ثاني. سقطت سهوة نسيتها. يا رجل العمر مجرد رقم والله انه مجرد رقم.
طيب سؤال معاك. لبه. لبه قلبك. بدون مجامل. ها؟ بدون مجامل. والله ما جامل. ايش؟ هل استفزك انا في بعض الاحيان؟ ذمة. ها؟ جاوب. بعض الاوقات. كلنا يا اخي ما في ادمي. اللهم لك. ما في ادمي ما. لاني تعبت وانا احاول استفزك ولا ابين عليك، بس الحمد لله اني طلع في جدول. امس اللي بس. اللي يستفز بس. امس. انا واقف جنب فلاح وتجي انت. تدخل جنب. متى؟ الفعالية. بس هذا هو الموقف اللي استفزني. ها؟ اي فعالية؟ مبادرة فلاح حفز. يوم التصوير داخل؟ الا يا ابن عند الدائره الدوار، وانا كنت جنب علشان اول هديه ابغى يقول عط اللي جنبك. والله ما دخلت ولا بس هذه اللي جت بس. والله هو اللي خلق ذا النعمه، ما فكرت اني اداحم ولا فكرت ادخل ولا فكرت. انا ادري بس انا يعني جد في بالي كذا، فهمت؟ بس انا شوف انا من انا طلع هذا اللي يستفز شيء ما اقصده. انا من لا اقصد اسلوبي وانا احاول استفزك. اه لا من اليوم جيت الحين واقول لك لوب كيف تستفزني انت قاعد تسالني؟ والله انا من النوع اللي بالعكس يا قلبي. الحيل انت. انت يا خلف انسان حلو. يا اخي انا بستفزك طيب. انا بيكرك. لا يا اخي الله لا يجيب القهر ولا لا لا قهر كذا شوي لحظي. انت عسل وابتسامتك جميله. الله يعوس الحياه. وصاحب علم. وانا اقدس الشخص اللي ما شاء الله تبارك الله. انا صاحب علم؟ صاحب علم يعني عندك كم معلوماتي هائل ما شاء الله. ما اشوفني صاحب علم إيه. مو بتواضع يعني، لكن صدق انا ضايع ضارب لي جاده. الله يوفقك ان شاء الله يوفقنا جميعا. طيب واياك. يلا اسالني. انت قحطاني من وين؟ قحطاني من نجد. من نجد؟ قاعطيني ساكن من سكان من اهل حسا يعني من يوم وعيت على تحسبك من الجنوب. قلت لانك من الجنوب بسال من وين؟ ايش طيب. توجه خلف بعد البرنامج في حال نكمل التسعين وفي حال نظهر قبلها الله لا يقولها؟ منصة التواصل الاجتماعي. وظيفة ما افكر حاليا لان انا اساسا في وظيفة. يعني تركت الوظيفة عشان البرنامج؟ تقريبا. انا موظف اساسا من يوم دخلت الجامعة، ادرس جامعة ومتوظف. ايه عرفت. هذا اللي خلاني ابطي شوي في الجامعة. خلصت الجامعة أكثر من 6 سنين. 6 سنين؟ أكثر. أوف. توني متخرج. وتخصصك اللي قد قلت لك؟ إيه. والله صعب. لأني كنت أحذف ساعات واجد عشان يتناسق مع دوامي. مع دوامي. دوام جزئي ولا كلي؟ غالباً بيض الله وجه المديري. يقدر ظروف الدوام يعني جامعتي. حلو. فهمت؟ أنا والله في الجامعة يا أبو فلان. رجال بيني وبينه ما يلزم من شو اسمه؟ العلم الغالي. حلو. مزارق طيب. ويدري ماني بزبط. عادي لدرجة أنه يمكن أغيب أسبوع. أسبوعين تاصل. ما أداوم. أجي خليني أوقع أوراق كاملة. والله أجي. بحيث أنه أخوياي اللي معي في الدوام. أخوياي اللي معي في الدوام قايمين شغلي يعني انا فهمت؟ ايه يقومون محلي الله يبيض وجيههم من لين تقوم الساعة. بيض الله وجهه. و سجل عندك. اسلم. دقوا علي قبل كم شهر؟ قبل شهرين. او ازود. قالوا تعال لازم تجينا في شو اسمه؟ الاتش ار. في الدمام. أنا دوامي في بقيق. قلت ليه؟ قالوا تعال. جيتهم قالوا لازم تقدم إجازة. أنت تخلص السنة ما أخذت إجازة. على كثر إني ما أخذت إجازة مع إني اللهم لك الحمد. كذا جات رزق من الله ذا الوظيفة سهلة وفي رجال الله يبيض وجهه. الله يا أخوي بعض الرجاجيل يحرج. تدري انك مهما سويت ما انت برد جميله. هي في ذمتي. مهما سويت والله ما تقدر ترد جميله. وحتى لو انك سويت اكبر من اللي هو سوى هو راعي الاول قد فاز به. صح.
هو اللي دخلني الوظيفه دي، وظيفه اللهم لك الحمد زينه. وانا في الجامعه 6 سنين في الجامعه اللهم لك الحمد، ما بعد عودت على ابوي وقلت الحمد لله ما شاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد تستاهل. ودقوا علي قالت اتشار، قالوا لازم تقدم اجازه انك خلاص ما تستفيد من هذه الاجازه، بتخلص بتروح عليك اذا ما خذيتها. قلت طيب ابيها بونص زياده في الماتش. قالوا لا لا لا، قلبت يمين يسار قالوا لا. قلت اعطوني اياها، خذيت شهر، ما كان في بالي اصلا برنامج الواقع ولا حاجه. جات من الواقع قدمت، تيسرت الامور الحمد لله، ولا تكلمت معهم في تمديد اجازه ولا قلت لهم ولا حاجه. وانا في يوم التصفيات اجي هنا، انا في الرياض يوم التصفيات، وقعدت في الرياض اسبوعين مكلم الرجال مسنع اموري الزبده، ما قلت لهم حاجه. يوم ضمنت القبول، ضمنت حتى الجامعه، الجامعه كان باقي لي مادتين ادرسها تكميلي عشان اتخرج. تكميلي اللي هو شو؟ بدايه الترم هذا اللي احنا في التصفيات، بدا ترم والله اعتبرها تكميلي من 100، كل ماده من 100 وخلاص اتخرج. ما حطويت قيد ولا ادري وش ترتيبها، تيسرت من الله سبحانه. حتى اني ما قدمت على المواد التكميليه، ما قدمت، ما قلت ابي المادتين هذه تكميلي. وانا في ايام التصفيات باقي يوم ويعلنون المتاهلين، ويرسل لي واحد معي، واحد من الشباب حساب القناه، يدريك اني ما اتابعهم حتى في التويتر، مو بحساب القناه، حساب التخصص، تخصص في الجامعه، اسماء الطلاب التكميلي، الا اسمي الماده كذا خلاص القحطاني، الماده كذا خلاص القحطاني، منزلينها متى؟ يوم الاربعاء يوم الخميس. اعلانهم متى؟ يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء انا هنا في الرياض، هنا داخل في ذا، قال يوم قال لي ترك الدوسري تاهلت، خلصت البث، تليت صوب الحساء، وصلت الحساء الساعه 6 الصباح، دخلت البيت، سلمت على امي، تروشت، لبست ملابسي رحت اختبر. والله ما ذاكرت، اختبرت، رجعت البيت، رقدت، قمت، ذاكرت، اختبرت، اديت اللهم لك الحمد. يوم الجمعه انا محرك صوب الرياض، السبت انا محرك صوب الرياض ودخلت. شوف يوم يسرها الله سبحانه في ذمتي ورزق والله. شوف الوظيفه يوم قالت طره الوظيفه، اي انا جيت مع ولد عمي، متى متى متى، اي جيت مع ولد عمي لاني خلاص بقعد هنا ما بجيب موتري. ومرينا وين؟ مرينا الدمام عشان الشركه، قلت بقدم اجازه واروح لهم، قالوا انت عادك في اجازه باقي لك 10 ايام وتخلص اجازتك. قلت ابي امددها، قالوا كم؟ قلت ابيها 3 شهور، قالوا ما تقدر. قلبها يمين يسار، قلت بداية سنة. المهم عقب العصر قالوا مالك إلا شهر. بعدها تصير بدون راتب أو قلت أعطوني ذا الشهر وأعطوني شهرين بدون راتب. قالوا بس ترسل لنا وثيقة ما أدري وش، وإنه ما أدري وش إنك في قناة واقع، إنك في مثل اللي قلت، أنا قلت تدريب وما تدريب. إيه والله أنهم على وجيههم. أعطوني الشهر ذا وقلت أعطوني شهرين بدون راتب. وعندي ذا الحين والله ما أدري وش هم فصلوني. والله رزق ولا تاخذ الا ما كتب ربي لك. انا والله اني كنت بعض الامور تصير معي اساسا. انا ما ابي وظيفه حاليا، ما ابي اتقيد بوظيفه، لازم الوظيفه لابد منها، لابد من الوظيفه. لكن انا مجال حاليا مجال اعلامي ما يعني، اذا بتشتغل صح اشوف انه ما يحتاج لك وظيفه. لا لا لا، لازم يعني مأمن. لكن اذا كانت الامور تيسرت مثل ما انا ابي، اللهم لك الحمد، انا الحين ماشي على خطتي. وش خطتي؟ اي هبد في هبد. المهم ان شاء الله انا بتيسر، تيسر باذن الله. وش ابي انا يا طويل العمر السلامه؟ بدخل مجال الاعلام، وان شاء الله اني ماني، ان شاء الله انه ماي الشهره ما تشغلني من القصيد، لاني في راسي طموح انا في الشعر، ابي اصل لحاجه. في الشعر بالضبط؟ في الشعر بالضبط، ابي اصل لشغله والله ما يرتاح البال لين انفذها.
الله يوفق. طيب ليه استهدفت بالضبط البرنامج ذا؟ مع انك قد سمعت كلام نادر بن جخير، وانا اتابع كنت برامج وقية على مو بشكل مكثف، لكن وش كلام الشعر؟ الشعر هو حلو وشيء جميل، بس لو ان كان هدفك الاساسي الشعر، انك تطلع في الشعر يعني في اماكن ثانيه، فهمت؟ انا مو بهدفي الاساسي الشعر في دخول هنا. اقول لك شيء جماهيريه، اقول لك شيء والله العظيم من اقوى قصايدي اني ما بعد عديت منها ولا بيت هنا. ما شاء الله سبحان الله. ليه؟ لاني بحرقها وانا ابيها في منصه تصلحها. ما هو قصوره هي قناه الواقع، انا عديت قصايد قويه، لكن في قصايد انا لازم اساسا انا بكمل عليها. لو قلتها الحين مثلا جيت بشارك في مسابقه شعريه وانا قد عديتها هنا، بيقولون ايه ما اي، اول شيء قديمه، ثاني شيء ما عاد اقدر ازيد عليها، فهمت؟ وبحاول اجيب شيء جديد. ف وش هو الخطه يا طويل العمر والسلامه؟ انا بجمهري، ماني بداخل الاساس الشعر، كلنا نحتاج جماهيرية ومحبة الناس. بالضبط. والله إذا حب عبد حب بخلقه فيه، الله يجعلنا من المحببين عند ربي ومحببي خلقه فيه. الله يوفقك. والله إني أنا ترى من النوع اللي أنبسط إذا جلست مع شخص أعرف إن عنده شغف وعنده طموح وعنده ذي. أنا يوم حاكيك والله يا خلف، حتى على مستوى ناس قريبين مني إني قد حاولوا وحاولوا المكسر، لكن انا من النوع اللي ادخل منه اطلع منه الشيء اللي اباه، ولا اقطع لربي دامه يرضي الله سبحانه ويرضيني لا اجيب ان شاء الله اسوي. فكان هذا احد الاشياء اللي اتمنى اني سلام يا هلا اني اوصل عليكم. السلام. الحمد لله، وان شاء الله نبدا التوفيق وخير لنا جميعا يا رب العالمين، ويعطينا على قد نيتنا يا رب ان شاء الله. يود حكيني على الفاوت اوت التعبان.